جزاكم الله خيرا. يا شيخ، هل يجوز لمن وضع حكما في مسابقة أن يضع سلعة له فيها ويشترط لمن أراد الفوز بها شراء هذه السلعة منه؟ المسابقات، أخذ المال على المسابقات لا يجوز، لأنه من الميسر ومن القمار، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق، يعني لا جائزة، لا سبق إلا في ثلاث: في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرماية، يجوز أخذ السبق على الرماية والجائزة على الرماية، أو خف وهو البعير، المسابقة على الإبل، أو حافر يعني الخيل، لأن هذه الأشياء من أدوات الجهاد ومن التدرب على الجهاد، فيجوز أخذ الجائزة للسابق فيها. وقد ألحق ابن القيم وغيره من العلماء بهذه الثلاث كل ما كان في معناها من حفظ القرآن، أخذ الجائزة على حفظ القرآن، أو حفظ سورة منه، أو على مسائل الفقه ومسائل العلم، يقول لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك لا تؤخذ الجوائز. نعم.